هذه من الروائع ديال المرحوم محمد الطيب العجش رحمة الله عليه. ذاك المرة جات لهنايا أصالة، أنا معجب بها كمطربة، إعجاب كبير، يعني أحسن صوت أن كاين في نظري كاين في الشرق. غنتها ثلاثة المرات أنا في الرباط، طلبوها الناس وفي الثالثة دارتها. كنا صغار في السن ديال الطفولة، ما كنظن ما كانش حتى شي واحد فينا على الأقل بالنسبة للسن ديالي، ودابا تبارك الله الدراري ولاو تيلعبوا بالورديناتور، مابقاش كيتسوق كيفاش. كانت الوالدات ديالنا يحكيو لنا حجايات، كيحكيو لنا على الهونة بالغول، تحكيو شوية ديال ألف ليلة وليلة. فهذه من الحدوتات العجيبة اللي نالت إعجاب الكثير واللي أبدع فيها الأستاذ الشاعر محمد البتولي كان يا ما كان.
الشم زاني في الوان اختفى وزاد خلى دمعي 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 عليا واد ما قدرت عليها نصبر ويبان طول الفجر قبل ما يطل الصبح ويبان طول الفجر تسلت للقفر واختفت البدر ناوي بغزالي نهرب لكن السور كان عالي لما قفز جوادي عطر لما قفز جوادي عطر شافونا الأهالي شافونا الأهالي ديك الليلة جمعت قبيلة ديك الليلة حكمت قبيلة أنا وخليلة أنا والخليلة أنا والخليلة نترجم الحجر متعلقين اتنين من أجل الحب من أجل الحب ضحاوا بالقمر وكانت عين كل العاشقين على اللي دفنوا باتنين في قبر واحد جنب النار بعد يومين على جبنة الشجرة وصانا متشكين خد طلها وطلات القبر ورطات دين نبتوا متعنقين بكين لين لونهم أحمر أخضر كل فجر يجي زورنا عصفور أخضر كل فجر يجي زورنا يغني حكايتنا ودعي الله لنا
بيتنا ويدعي الله لنا يغفر ومع أيام صحرا الشام كل جمعة يزور الشجرة ومع أيام صحرا الشام كل جمعة يزور الشجرة يرش المقر ما وحنا حنا وزهر يشعلوا بشمعة يدرفوا دمعة يغطيونا يغطيونا بتوب حرير لونه أخضر وماريام صبحة حكايتنا ترويها علي الصبيان قبل ما تنام يغني أراوع من زمان بدي الكلام كان يا مكان كان يا مكان كان يا مكان الإنسان الصادق هذا ما يسمى بالإنسان القلب الصافي هذا ما يسمى بالإنسان المتحضر شكرا مرة أخرى واحد اثنين ثلاثة الأستاذ بوشناق